وردة يتبلع عقد الياسمين. السلام عليكم. للأسف وصلت سهام التحرش الجنسي المسمومة إلى المنزل وبين المحارم، فالبنت لا تأمن على نفسها من أب وعم وأخ أو خال والعياذ بالله، وفي أماكن التربية والتعليم لا يأمن التلميذ من معلمه. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عقد الياسمين، والحلقة المكملة لما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي من التحرش الجنسي، والذي يصحبني فيها أستاذة الدراسات الإسلامية والمستشارة الاجتماعية الأستاذة اعتدال إدريس. حياك الله أستاذة اعتدال. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أستاذة اعتدال، إحنا الأسبوع الماضي أنت انتهيتي بأنه الإسلام أو الله سبحانه وتعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه في الحديث بيّن لنا الثقافة الجنسية، ولكن وضعها في إطار وحدود. نعم. وطرحت عليك سؤال اللي هو هل المناهج الدراسية، بحكم أنك أستاذة في الدراسات الإسلامية، هل المناهج الدراسية بتتحدث عن هذا الموضوع أو عن الثقافة الجنسية؟ قلت لي لا. نعم. وأنا طرحت نداء على الهواء. نعم. لأني أنا أبغى أرجع عيد النداء مرة ثانية. إحنا لسه في بداية الحلقة. أنا أبطرح النداء مرة أخرى لأي أحد من السادة المشاهدين مسؤول في وزارة التربية والتعليم وله خص أو له يعني له كلمة في المناهج وفي وضع المناهج، أتمنى إنه يدخل معانا في مداخلة هاتفية عشان يوضح لنا سبب عدم تحدث المناهج عن هذه المواضيع، لأنه حتى في حلقة المسترجلات طرحنا نفس السؤال وطرحت نفس الإجابة، إنه للأسف لا، المناهج عندنا ما بتتحدث عن هذا الموضوع وأصبحت ظاهرة. فأستاذ اعتدال، أنت إيش رأيك في إنه المناهج ما بتتحدث عن هذا الموضوع؟ ليش؟ شوف يا ابني، أول شيء إنه هي المناهج إحنا بنقول مو إنها ما تتحدث عنها تحدث تام، الطريقة اللي بتوجه بيها طريقة تقليدية قديمة. جميل. إحنا نحتاج الآن مع الجيل الجديد هذا ومع تغير التكنولوجيا وتغير المفاهيم عند الجيل هذا إنه نغير توجيه الخطاب الديني للإيش؟ للجيل والتعليمي. نعم، والتعليم هو الخطاب. أيه. الديني لما أنت تبى توجهه بتحط في الكتب. صارت الكتب الآن المناهج للأسف إيش صارت؟ يعني أنا بدرس أولادي وبأجلس معهم وبأشوف المناهج قدامه ودرست المناهج، إذا ما كان المدرس هو اللي بيفرض شخصيته على المنهج يطبق زي ما هو من غير ما تشرح بطريقة ملائمة وواضحة. لما جينا قلنا على الثقافة الجنسية محطوطة بطريقة يعني ما تقول إنه توضح تماماً للمشاهد، للطفل، للطالب للأحرى. إيه. إيش اللي عنده؟ شيء بسيط، ما تيجي عنده مثلاً حرام دا وحرام. الجيل الجديد هذا ما يبغاك تكلمه بمنطوق حرام وحلال، يبغاك تكلمه بالعقل بالمنطق. جميل. يبغاك توجه له كلام بحيث إنه يقدر يتناقش معاه. جيلنا إحنا كنا نتقبل المعلومة بدون ما نناقش فيها. الجيل الجديد هذا طبعاً هذا لا يعني أني أنا أبدأ أناقش في الثوابت والمبادئ، لا، في ثوابت ما تحتاج لها مناقشة. صحيح. لكن في بعض الأمور يحتاج الطالب فيها أنك أنت تتكلم معه بصوت العلم، بصوت العقل، بصوت المنطق حتى يقتنع منه. أنا عشان برضو عشان نوضح فكرتنا للسادة. نعم. السيد الجمهور وللطرح اللي طرحته قبل شوية والنداء اللي طرحته قبل شوية، أنا ما أبغى أترك الموضوع عشان لا أحد يفهمني غلط. إيه؟ ما نبغى نترك الموضوع في أنه يكون في كتاب منفصل منعزل. نعم. عن لا لا لا، هي في نفس المنهج. أنا أقول في منهج، يعني لأنه هي يا آية تفسر يا حديث يستفاد منه. نعم. يا حكم شرعي. نعم. ففي كتاب التفسير أو الحديث أو الفقه لازم تطرح. ما هي واضحة، ما هي واضحة زي ناس. الشيء اللي بدي أقول لك عليه أكثر كمان يا ابني وللمشاهدين، تجد أنه التحرش يحدث متى؟ طيب إحنا بنقول إنه الآن وزارة التربية والتعليم بتحرص جدا على إنها تراقب الطلاب، ما تحصل بينهم أشياء ما تحصل بينهم، هذا اللي نحن موضوعنا عن التحرش. طيب بعض الأحيان الطلاب يتعرضوا لتحرش متى؟ في السنين الأولى. جميل. في الصف اللي هي نسميها التعليم الأولي. أيوة، التعليم الأولي. التعليم الأولي تعرف إيش المشكلة اللي عندنا واللي عند بلدان العالم العربي كله للأسف أو المعظم، بلاش نعمم. جميل. المعظم عشان الإنسان يكون إيش محايد وعادل. المفروض إنه التعليم الأول 3 صفوف الأولى يختار له
من أفضل المدرسين وأفضل المدرسات اللي عندهم تربية وعندهم حتى مفروض أن يكونوا حملة ماجستير ودكتوراه اللي بده يعلم طفلي الثلاث السنين الأولى دي اللي بده يغرس فيها كل شيء. اللي بيحصل عندنا إيه؟ يجي أي واحد تخرج طيب حطه ما نفع معاه في أي مكان حطه أنه يدرس هذه الثلاث السنين. بعض المدارس بتنتقي منهم وبعضهم لا، فيأتي التحرش ممن؟ من اللي المفروض أن يكون مربي. يعني أنا أطالب أنه وزارة التربية والتعليم أطالبها أنه كل فترة محددة تعمل تقييم نفسي وتأهيل سلوكي للمدرسين والمدرسات، لأنه إحنا بنحط أطفالنا أمانة في عناقات. يعني يعملوا حتى لو يعملوا مثلا سنة تأهيلية قبل ما يخلوه مدرس، قبل ما يحطوه حتى مدرس. بعد السنة التأهيلية كل فترة الإنسان بيتعرض لتغيرات في حياته، صحيح. ممكن فترة يكون طيب وفترة ينتكس فيها، فكل فترة ينعمل له تقييم، زي لما بيعملوا اختبار للأطباء كل فترة لازم يعملوا اختبار للمدرسين دولة. لو إحنا جينا بنرجع الموضوع على حاجة التحرش، أنا أساس إنه ما ياخذ وقتنا. نعم. أتكلم عن المحارم. المحارم إحنا في عندنا حتكون ضيفة حتتكلم، بس إحنا المرة الماضية تكلمنا عن أنواع التحرش. جميل. قلنا تحرش كلامي وتحرش غير كلامي. في إيجيك تحرش الغير كلامي بحركات بإيماءات، وقلنا إيش اللي المفروض إنه يصير فيها. يعني لو كانت في عقوبة من أمن العقوبة أساء الأدب، فهذا صار عندنا أمن العقوبة أساء الأدب فيها. في عندك تحرشات جسدية، التحرشات الجسدية بتأتي بيكون قد يكون يعني بحركات معينة أو قد تكون تؤدي إلى أنه يعني العنف اللي هو الاغتصاب نسميه وما إلى ذلك. طبعا إحنا تكلمنا في المرة الماضية مع الدكتور رائد إيش الدلائل اللي تدل على أنه الطفل تعرض ليش للتحرش. عندنا في عوامل تساعد على التحرش. إيش العوامل اللي تساعد على التحرش؟ الازدحام الشديد. يعني بعض الأحيان مثلا في وسائل النقل العامة، في الأسواق، في الأماكن المزدحمة. يعني وسائل النقل العامة يا دكتورة؟ لا، في إحنا هذا برنامجنا لكل البلدان. جميل. فلكل البلدان في مناطق كثيرة بتكون وسائل النقل العامة مزدحمة فيها. صحيح. فبيكون فيها تحرش، بيحدث تحرش. صحيح. الفورة الإعلامية اللي لازم الواحد، وأنا أنادي من هذا المكان، إنه يجب أن نقف ضد الثورة الإعلامية المثيرة لإيش؟ للشهوات والنزوات. يعني صارت إعلانات، أي إعلان، إعلان بويا يحطوا فيه بويا، اللي أقصد فيه الطلاء مش البويا. طيب إعلان طلاء أو شيء بيحطوا فيه امرأة بطريقة مقززة. صحيح. إعلان مشروب، يعني في مرة بأشوف إعلان مشروب من المشروبات الغازية، إعلان مقزز مقزز جدا، كله ينادي بإيش؟ بالثورة والفورة الجنسية. الأغاني، الفيديو كليبات، المسلسلات، كل ما حول الآن صار كله مثير إيش؟ جنسي، والعياذ بالله. والله أتمنى أنا إنه إحنا النساء، وأنا بتكلم نيابة عن النساء، إنه نرسل لشركات الإعلان والدعاية إنه نرفض أن نكون سلعة أمام الناس. جميل. لو كل إعلان لازم يحطوا فيه امرأة، إما تكون والعياذ بالله قليلة الملابس أو تقوم بحركات مقززة، طيب أنت إيش استفدت منها؟ هل ما يوصل الإعلان غير بدي الطريقة؟ لا، وتلاقي الإعلان يعني المنتج ما له أي ما علاقة، أي علاقة. إعلان سيارة، إعلان حديد، إعلان مدري إيه، نحطوا فيها امرأة، صارت المرأة سلعة. أنا أتمنى من أخوات النساء وبناتي لو قمنا بحملة وراسلنا شركات الإعلان، نرفض أن نكون سلعة بين أيديكم. جميل. لو يعني هذه تكون أمانة. ليه يا بناتي؟ ليش إحنا بنوضع نفسنا في هذا الموقف؟ وأتمنى من شركات الإعلان يرحموا الجيل ويرحموا الشباب من انه يتعرضوا لهذه التهاده. طيب استاذ اعتدال، احنا بس على سيره، لانه بدانا في الموضوع التحرش ودخلنا فيه، ففي استطلاع راي عملناه مع الجمهور. نعم. عشان نشوف الراي العام عن نظره الشخص على المتحرش. أي. ايش كيف يشوفه هو، كيف نظرته، المتحرش او المغازل. أي. نشوف نرى الاستطلاع ونعود. طيب. لكم باذن الله. والله أنا شايفة السببين، يعني ممكن يكون في خلل في شخصية المتحرش نفسه بتخليه إنه هو يعني يكون بني آدم غير سوي،
فتصدر منه التصرفات دي. ثانيا برضو الـ 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 الإنسانة نفسها برضو البني آدمة اللي برضو بتبقى متحشمة إلى حد ما في لبسها وكده، ما بتبقاش لبسة حاجة لافتة للنظر، برضو ده بيكون عامل خلل يعيد على الشخص. إذا ما كان هو مرتبط بالأخلاق الحميدة عليه أن يكون مؤدب ومحترم ويتقيد بالدين الإسلامي. التحرش الجنسي هذا موجود، يكون خلل أخلاقي موجود في داخل الإنسان، هو اللي يجعله أنه الإنسان يوصل لهذه المرحلة والعياذ بالله من الأخلاق الشينة. يعني والله ممكن يكون سوء تربية، ممكن تكون جانب نفسي، ممكن تكون يعني طبيعة المجتمع، طبيعة الأسرة اللي عايش فيها. أول شيء ضعف إيمان المتحرش. الشيء الثاني الدوافع زي الحجاب واللبس وإظهار المفاتن. أولاد السوء ممكن يكون في خلل نفسي من نفس المتحرش، وممكن يكون برضو في أسباب تانية اللي هي مثلا إغراءات البنات مثلا باللبس الغير محتشم. خلق ووازع ديني، نعم، وملابس، نعم، الثلاثة أشياء هذه اللي كانت ركيزة هذا الاستطلاع. نعم. طيب أستاذ اعتدال، احنا المرة الماضية تكلمنا عن الملابس بشكل بسيط. في واحد من الناس اللي عملنا معهم استطلاع قال قد يكون مرض وقد يكون شهوة. طيب هل هو شهوة وبتتحول معاه إلى مرض إذا توجه للأطفال، ولا هي كلها بشكل عام مرض؟ هو شوف يعني احنا هو التحرش له شقين. جميل. تحرش بالأطفال فهذا نقول انه عنده مرض والعياذ بالله، وبالذات تحرش المحارم بالأطفال. طيب وفي التحرش بالكبار اللي هو بالنساء الكبار، طيب هذا اللي بتكون فيها في الأسواق وما إلى ذلك، هذه الأشياء كلها. طبعا هذه الأمور هنا بنقول إنها شهوة وضعف إيمان. جميل. أما اللي بيكون بيتحرش بالأطفال هذا نقول انطماس في الفطرة، مرض. هذا انطماس بالإنسانية كلها. إنسانية، هذا انعدام الإنسانية فيه. وأظن سمعنا عن القصة اللي هي قبل فترة، هذاك الرجل اللي كان يأخذ البنات وهذا، فعندنا قصص كثيرة بتحدث من هذه. طيب معلش أستاذ الاعتدال، إيش اللي خليه يتوجه للطفل؟ مرض، انطماس في الفطرة ومرض والعياذ بالله. إنه أصلاً أي إنسان تنعدم من عنده الإنسانية والرحمة اللي بيعيش بيلجأ للطفل هذا. يعني شوف، ما نبيح لأي أحد ولا نلتمس له العذر ولا شيء، اللي بيجي للكبار والعياذ بالله سواء يعني شوف المثلي هذا بيكون انطماس في الفطرة. جميل. إنه هو اللي يتحرش رجل برجل، انطماس في الفطرة. جميل. لكن اللي بيجي مثلا لامرأة هو ضعف الوازع الديني وشهوة عنده، طيب، وقد يكون عنده ما في يعني هو قد يكون معتدى عليه سابقا أو متحرش به سابقا فيريد أن ينتقم من المجتمع. اللي بيتعرض للكبار اللي هي بنيجي فيها الملابس. طيب يعني الفتيات احنا قلنا الازدحام. أيوة. العشوائيات. طيب بعض الأحيان قد يكون في نفس العائلة الملابس الآن اللي بتحدث اللي بيلبسوها واللي بتوضع في الأسواق كلها تثير الرغبة لدى الرجل. صحيح. إضافة إنه هو ترك العنان لنفسه، طيب ما في وازع ديني إنه هو يشاهد ما يحلو له من أفلام إباحية أصبحت عنده والعياذ بالله يعني طريقة ما هم غير منضبطة فيؤدي به إلى سلوك هذا المسلك. أما الذي يتحرش بالأطفال فهذا أقول إنه إنسان مريض. ما هو إنسان، ما هو حيوان. حيوان وقد يكون الحيوان أرحم منه. جميل. فلكن تجرد من إنسانيته وهو مريض نفسيا. لا يعني إنه المريض النفسي إنه أقول له معلش سوي اللي بتسويه، لا، ما هي حجة. هذا المريض اللي هنا يجب أن يعاقب ويعالج، طيب، ويأخذ عقوبته. لا يعني ليس بمجنون، المجنون مرفوع عنه القلم. صحيح. طيب لكن هذا إنسان انطمست فطرته نتيجة قد يكون ظروف تمر بها أو قد يكون تحرش به في السابق أو قد يكون لنتيجة لرؤيته للمثيرات الكثيرة. عشان كده احنا بنقول ايه الثقافة الجنسية اللي انتوا بتتكلموا عنها الآن، الجيل الجديد اللي بيتكلم عن الثقافة الجنسية، ايش مفهوم الثقافة عندكم؟ هل مفهوم الثقافة مشاهدة أفلام إباحية؟ هل مفهوم الثقافة عندكم إنه الإنسان يرى أشياء لا تمت للدين ولا للشرع ولا للعقل ولا للمنطق بصلة؟ هل هذا هو مفهوم الثقافة عندكم؟
مفهوم الثقافة. إذا أنتوا أخطأتوا الطريق. الطريق في عندنا أدب، في عندنا سلوك، في عندنا الإسلام دين الفطرة. صحيح. ما منع الشهوة ولكن قننها. صحيح. وجهها. لم يقل للرجل أو للمرأة تبتلي أنت ولا تبتل أنت، ممنوع الزواج ممنوع ده، بل راعى، ولكن عند مراعاته للفطرة اللي موجودة والشهوة الموجودة في الرجل والمرأة وضع لها ضوابط. أول ضوابط قال يسر الزواج. طيب ما تيسر الزواج؟ قال إيه يا معشر الشباب عليكم إيش بالصيام. من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه إيه بالصيام. بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني يقفل مجاري الشهوة عنده. طيب مجاري الشهوة كيف يقفلها الإنسان؟ وهو بيقول يعني متأكد أنه الشباب بيقولوا طب فين أروح أنا؟ محل ما بأمشي بألاقي عيني قدامي هنا وهنا، فين أروح؟ فإحنا بنقول لهم إيش يا ابني ويا بنتي، الله سبحانه وتعالى قال لنا وأدبنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر مش معناته أنه بس وانت ماشي في السوق، ولا بس وانت ماشي في السوق يا بنتي، مش هو ده. غض البصر عن كل ما هو محرم، عن كل ما يثير الشهوة. ما غض البصر يعني إيه؟ المواقع الإباحية اللي بتجيكم، اللينكات اللي بتتناقل في أجهزة ذكية اللي عندكم. هنتكلم عنها صدى اعتدال، ولكن بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين، ماذا بعد التحرش توضحه لنا الدكتورة نسرين يعقوب؟ فاصل ونعود لكم بإذن الله. حياكم الله من جديد أعزائنا المشاهدين في عقد الياسمين. ننوه للسادة المشاهدين أنه بإمكانكم التواصل معنا عن طريق الهاشتاج في تويتر هاشتاج عقد أندرسكور الياسمين، أو صفحة الفيسبوك على الفيسبوك على صفحة البرنامج، أو على الاتصال المباشر عن طريق الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة من داخل المملكة أو خارج المملكة. انضم إلينا الآن أعزائنا المشاهدين الدكتورة نسرين يعقوب الاستشارية النفسية لتوضح لنا ماذا بعد التحرش. تكلمنا عن التحرش وكيفيته وطرقه، دحين بنعرف كيف بعد التحرش نتدبر. فأنا دحين بسأل، حياك الله أول حاجة دكتورة نسرين. الله يسلمك ونشكر لك قبول الاستضافة. الله يبارك فيك. بس دكتورة نبغى نسألك كيف نتعامل مع المتحرش به بعد، يعني لا قدر الله بعد وقوع هذه الحادثة. الوالدين كيف ممكن يتصرفوا معاه؟ كيف ممكن يأخذوه؟ كيف ممكن يستقبلوه؟ كيف ممكن يحاولوا ينسوه؟ الوالدين نفسهم كيف ممكن ينسوا هذه الحادثة اللي صارت لابنهم؟ تفضلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هو طبعا أول حاجة نحن يعني نحتاج أن نوفر بيئة آمنة للطفل في حال يعني عرفنا أنه في مشكلة، لأنه عادة أحداث التحرش الجنسي بتحصل من قبل يعني في حدود ضيقة من أحد خارج الأسرة أو بعيد عن الطفل. يعني 95% من أحداث التحرش بتكون حاصلة من قبل أقارب من الدرجة الأولى. معناته إحنا بنتكلم هنا عن إنه عشان أوفر بيئة آمنة من الشخص اللي قام بالتحرش، معناته مضطر يمكن أنا إني أنا أستبعد هذا الشخص، أو إني أنا أحمي طفلي بطريقة يمكن أنا أضطر إن أنا أنتقل لمكان آخر. وإذا كان مثلا الأم والأب هم نفسهم ما كانت لهم أي ذكر، يعني ما كان لهم العلاقة بهذا التحرش، يعني العلاقة الحمد لله إذا هنا سليمة. إذا متكلم عن لازم أوفر بيئة آمنة للطفل أحميه، لأن الطفل أصلا تردد في أنه هو يقول أو أن أنا أكتشف المشكلة هذه، لأنه يمكن يكون الشخص اللي قام بالتحرش شخص جدا قريب من الأسرة، والطفل قاعد يفكر الآن أنا لو قلت طيب إذا بعد ما صدقوني هذا، إذا صدقوني هل يا ترى حيقدروا يستبعدوا هذا الشخص ولا لا. الحاجة الثانية كمان أنه أتأكد من حجم الدمار اللي حصل عند الطفل. هذا بيحصل طبعا في مستشفى، لازم يكون في يعني فحوصات معينة طبية بحيث أني أعرف بالضبط إيش الحجم الدمار الجسدي اللي حصل على الطفل. كيف أني ما أتكلم قدام الطفل عن المشكلة هذه بشكل صريح بصراحة، ولا أحكي أي أحد، ولا هي قصة أصلا قابلة للسرد. للأسف الشديد أحيانا الآباء من الصدمة بيحبوا يفضفضوا ويعملوا تنفيس، وبالتالي طبعا ما بيضمنوا أن الطفل سامع أو لا، وما بنضمن أصلا إحنا بنتكلم معهم هذول حيأمنوا، يعني نأمن جانبهم أو أنه نأمن أنه ردت فعلهم. يعني جميل. خطيرة جدا التعامل مع هذه النقطة خلال الفترة هذه.
لأنه الطفل أيضا يعني يشعر بخجل شديد من هذه النقطة طبعا. يعني هم الأم والأب بيكونوا مش قصدهم التشهير بقدر ما إنهم هم زي من باب استشارة لأحد أو إنه فضفضة خروج من الصدمة، بينسوا إنه الطفل لا زال في الصدمة ومحتاج خصوصية في هذه الفترة. طب هو كيف ممكن يواجه يعني مثلا الأب والأم ولا أحد أتكلم وقال، كيف يواجه اللي يوصل له الكلام هذا؟ نفس الشخص المتحرش به كيف ممكن يواجهه؟ حيواجهه بخجل، هذا شيء طبيعي. أيوة بس كيف يخرج من ثوب الخجل هذا وانه يعيش حياته طبيعي جدا؟ بتتكلم انها على الطفل. ايوه طبعا، يعني ممكن يكون واعي، هو يكون واعي خلاص. وقد يكون طفل وقد يكون مثلا فتاه عمرها 14 15 سنه تعرضت لهذا الامر يعني. ايوه احنا طبعا لسه ما زلنا في خطوات الاهل ممكن يسووها في، وهذه من ضمن الخطوات هنا انه اتعامل مع الموضوع، لانه فعلا شيء محرج ومخجل، وكان شيء يعني ما شارك فيه الطفل. لازم يعرف الطفل هو كان ضحية أو المراهق أو whatever من أو أي شخص وقع عليه التحرش، يعني لازم يعرف أنه ما كان سعيد بهذا الموقف. حتى وإن كان يعني يعتمد إحنا متى عرفنا، يعني أحيانا بيعرفوا القائمين على الرعاية أو الأم أو الأم أنه حدث أكثر من مرة وحصل فيه تحرش، بعدين صار فيه جرأة عند الطفل وجو قال أو تم اكتشافه بالخطأ مثلا من قبل الأم والأب. فهنا خطيرة شوية حتة أني أنا من الصدمة أنا كأم أو كأب مثلا ممكن أشك أنه الطفل كان شريك في العملية، وهذا مش صحيح أبدا. هو شيء خارق للفطرة، يعني مخالف للفطرة تماما، وأكيد الطفل شاعر كان بذنب عالي وكان شاعر بخوف شديد. وأحيانا كمان بتصدف معاها أنه الطفل بتجيله بعض الهدايا أو بعض المعاملات اللطيفة من قبل الشخص اللي تحرش فيه. بالتالي الطفل زي يصير في عنده نوع من اللخبطة اني انا يمكن سكت عشان هذه الاشياء. لا، هو برضو كان خايف. هو برضو ما كان شريك. هو برضو كان ضعيف. لازم اشرح للطفل انه انت ما كان عندك طريقة تانية انك تدافع فيها عن نفسك اكثر من هذه. اذا في دعم يعني احاول ايوه هنا افهم الطفل هنا انه انت يعني ممكن يكون الطفل ما عمل ولا حاجة. بس أنا أحاول أركز على الأشياء البسيطة اللي حتى لو يكون هو مو حاسس فيها، يعني مثلا أنت كنت متضايق، أنت كنت خايف، أنت حاولت أنك تهرب، أنت حاولت أنك يعني أحيانا الأطفال أحيانا بيسترسلوا بيصيروا يقولوا مثلا إيوه أنا ضربته أنا سويت له. لما يسترسل الطفل يصير يحكي معليش خلينا نترك له مجال أنه يسترسل ومن نسج الخيال أنه يسوي قصة بطولية، معليش مو مشكلة. المهم أنه نركز على نقطة أنه أنت كنت في أمس الحاجة للسند في ذيك اللحظة، وكوني أنا كأم أو كأب ما كنت موجود، فهذا يعني أنا أتمنى أن ترجع اللحظة بس عشان أقدر أني أنا أنقذك. يعني هذا من قبيل إيش؟ أنه أدعم الطفل أنه من أبسط حقوقك أنك كنت أنت أنك يكون في حماية. ليش؟ كمان عشان أنا بتكلم عن تجارب بعد كده، يعني بتكلم عن أنه حياة حتستمر وحيخرج الطفل وحيروح إحنا ما نبغى يصير في حماية زايدة بعدها. لا، لازم يبدأ يتعلم هو. احنا نتكلم هنا عن انه طيب اذا انا بتكلم عن حاجه لازم اعملها مع الطفل سواء كان تعرض او ما تعرض لتحرش، يعني لازم يكون في ايش رفع للوعي. حتى من 3 سنوات احنا ممكن نتعامل مع الطفل بشكل واضح. هذا السؤال انا انطرح علي كثير انه كيف ممكن انا نتكلم كيف توعيه يعني الطفل هنا. فتوعيه الطفل اللي ما تعرض ولا شيء او لطفل تعرض ومحتاج انه يفهم ايش يسوي لما جميل يحصل. نكمل النقاط السادات فنكمل انه كيف يعني اكمل مع الطفل هنا اشعره بالامان. احنا نتكلم هنا رسالتنا موجهه للاباء والامهات. يعني احنا ما نتكلم عن خطه علاجيه في العيادات النفسيه او شيء، نتكلم على اهم من كذا، نتكلم عن التعامل في البيت او تعامل في الاسره الأهل نفسها اهم من لانه احيانا بتجينا حالات بيكون الاسره صراحه مشيت يعني هي اهم خطوه الحرجه بعد ما عرفت عن قضيه التحرج عملتها صح. أيوه. فبتوفر علينا مره إيش كثير. المفروض اللي هو ده اللي هو اللي انا بقوله هذا انه هي تخلي الطفل من المسؤوليه انها تشعره انه هو كان من حقه انه يعني كمان نرجع لنقطه انه الشخص اللي قام بالتحرش كان رجعنا انه نقطه انه كان قريب من الدرجه الاولى، يعني ممكن يكون قدوتي، ممكن يكون جدي، ممكن يكون يعني ممكن يكون شخص مهم بالنسبه للاسره. فصار في ايش ازدواجيه شويه. نعم، الخال مهم اني الأم ابدا ايوه الخال ابدا, أيوة أبدأ انظف هذه الخبره واقول انه اخلق قدوه جديده من الاسره او من خارج الاسره. هنا مهم عشان الطفل ما يحس انه الصدمه هنا انه ما عاد في قدوه ما عاد في امان. طيب دكتوره، من الخطوات اذا كان لا قدر الله احد الاهل يعني الخال او العم، ابدا اسحب ولدي منه، ابعده عنه، واحذره منه يعني، واحذر يعني العيله كلها من الشخص. للاسف الشديد ايوه يعني كالخطوات الاولى ايوه يعني صعبه شويه. صحيح انه انا يعني قريب مني انه
يعني أسوي هذه الخطوات الجريئة، ولكن أنا إذا ما جرأت الآن أنا يعني أنا ما بتصرف في حد من حقوقي، أنا بتصرف في حد من حقوق الطفل هذا يعني. أنا إذا أنا يعني كثير إحنا نتنازل عن حقوقه وهذا شيء راجع لنا، لكن بتتكلم أنت عن حقوق طفل يعني هو من أبسط حقوقه أنك أنت تتصرف بالطريقة الصحيحة اللي تتلائم مع إحساسه بالأمان. صحيح. كونك أنت تسامحت هذا ممكن ممكن، لكن لازم تشعر الطفل بأنه ترى مهم عندي أنك تكون شاعر بالأمان. طب يا دكتورة، في بعض الأحيان في حالات تتعرض فيها الطفلة للتحرش، وإحنا بنقول ليش الطفلة؟ لأنه أكثر شيء بتحدث فين؟ في البنات. طيب من عم أو من خال وتخاف أنها تتكلم، طب هذه كيف يمكن حصلت لها من زمان وصارت عندها عقدة، هذه نبغى كيف تقدر تعالج نفسها بنفسها أو كيف تقدر أنها تواجه المجتمع، لأنه بيأثر على زواجها، ممكن الولد لما بيتعرض لتحرش يأثر على زواجه بعدين. فإيش الخطوات اللي لازم يقوموا بها من تعرض للتحرش وهو صغير وسكت؟ طيب قد يكون مرة أو مرتين تعرض للتحرش وبعد كده ابتعد الإنسان عنه لتحرش به وفضلت عقدة عند الإنسان ده، كيف ممكن يتصرف؟ طبعا هو يعني يعني بعد ما بيصير في عمليات تحرش سواء كانت مرة أو يعني على حسب عمقها على حسب شكلها طبعا بتتفاوت. يعني يبدأ التحرش من أشياء جدا بسيطة، ويعني إحنا ما يعني ما بنعلم أطفالنا الفرق ما بين نظرات الإعجاب من الآخرين وما بين نظرات التحرش. أيوة احنا عندنا حكايه انه الكبير ده لازم تحترمه لازم تقدره لازم تبجله، فيقوم الطفل يعتقد انه هذه النظرات او التحركات اللي من الاخر هذا كلها من باب اني انا طفل وهو بيحاول ان هو يتقرب مني كطفل. فهي لازم يعني يعني نعرف نفرق اول حاجه ما بين المشاعر هذه كلها. يعني عند سؤالك هي طبعا فبتصير في اعراض كثير بعدها. لازم نفصل انه انا بيصير عندي بعض الاعراض او بعض السلوكيات او بعض المشاعر هي بسبب ما تعرضت له من قبل، ما تعرض لهم، فبالتالي بيصير الطفل لازم يفهم انه انا هذا مو طبيعي، سلوكيات الغريبه هذه مش انا. طبعا احنا عارفين انه في فضول جنسي في مرحله مبكره من 3 سنوات الى 5 سنوات هذه طبيعيه، لكن للاطفال اللي بيتعرضوا او للمراهقين اللي بيتعرضوا طبعا بتزيد عندهم بيكون شكلها اغرب. فلازم نفهم هنا انه بتكون في سلوكيات غريبه، بيكون في مشاعر غضب موجودة، فلازم الشخص يعرف أنه أنا في شيء محتاج أني أنا أعمل له تنفيذ. طيب. الأهل لازم يتفهموها. صراحة أتكلم مع شخص أثق فيه لازم. يعني اللي يتعرض لهذا الأمر يجب أن يتحدث، يبحث عن حل. يعني أحيانا الآن أنت عارفة مواقع التواصل الاجتماعي صارت كبيرة، يعني حتى مش بالضرورة أني أنا أبحث عن استشارة يعني في مكان معين أو يعني ممكن أني أنا أبحث عن أي وسيلة. أنا أقول أنه أحيانا صديق جيد ومخلص يعني بأبحاث عملت قبل كده أنه أحيانا الناس اللي عندهم صداقات جيدة بيكونوا بنسبة 60% بيكونوا عرضة لأعراض نفسية من الذين يشعروا بوحدة أو ما في أحد معاهم أو ما في قرابات بتساعدهم أو بتساندهم. يعني لازم أعمل حاجة، لازم أحاول أعمل أي خطوة. يعني طالما أن أنا حاسة أني أنا ما عملت التنفيذ المناسب أو ما لجأت للشخص المناسب معناته أنه في مشكلة. بالذات لما تكلمنا أنه وصلنا لمرحلة الزواج طبعا. هتخلق مشكلة، لأنه هو في داعي يعني مشكلة أنه البنت بعض الأحيان تجي يعني هي سكتت من صغرها، فتيجي لما تتزوج هي ما تقدر تتكلم لا لأمها ولا لأبوها ولا الأحد إنه الخال أو العم عمل فيها كده. فتفضل هي محتارة يا ترى هل هي ما زالت فتاة أو إيش، إنه قد يعني تعرضت لأمر سيء. يعني هذه مشكلة يعني عندنا حكاية إنه كمان يعني طبعاً يعني احنا تكلمنا عن ناحيه دينيه، هي في كارثه ممكن تكون حصلت انه الشخص الطفل ده تعرض لي يعني هذا اخلاقيا ودينيا ما حد يقدر يقبله. لكن طبعا اعرافنا الاجتماعيه القاسيه شويه، يعني احيانا الاباء والامهات لما يعرفوا حاجه زي كده اول حاجه تهمهم انه هل الطفله او البنت صار عليها تغيير او لا. طبعا يعني هنا البنت تشعر بالحرج الشديد انه الان كل اللي مركزين عليه انه ايش اللي حصل بالضبط وهاي ايش نوع التحرش والفين وصل، مش لنفسيتها هو دينيا واخلاقيا هو حصل شيء مش كويس المفروض، واهم شيء نفسيتها الان. ويعني ننقذ ما يمكن انقاذه اللي هو بس وضعها النفسي وضعها الاجتماعي هو اهم صراحه بكثير. يعني على كلامك يا دكتوره انا احاول انه اوصل له الكلام او افهمه من غير ما اخدش حياء. ايوه لانه هو حيكون يعني صعب انه يتكلم بالتفصيل، فعشان كده نحن يعني حتى اني مثلا احاول اني انا اتكلم عن سلوكيات المتحرش اكثر من اتكلم عن شخصه، عشان لانه ارجع اقول انه لما بتكلم عن 95%
بيكونوا قرابة من الدرجة الأولى، معناته الشخص الطفل ده ممكن يكون على فكرة شاعر بولاء لهذا الشخص اللي قام بالتحرش. يعني احنا نتكلم عن قرابات جدا حرجة، فبالتالي أنا لازم أحاول أعفي الطفل من أنه أخليه حتى يتكلم عن الشخص هذا. يعني مش لازم أعرضه لهذا الموضوع لأنه هو نفسه حاسس أصلا يعني بثقل لما يتكلم عنه. فنتكلم عن السلوكيات نفسها إذا كان من باب التنفيس طبعا. يعني احنا نتكلم في حدود إمكانيات وقدرات الآباء والأمهات أو القائمين بالرعاية. يعني كمان شيء مرة مهم أنه أحيانا يحصل، احنا ما عندنا احصائيات عن هذا الموضوع، ولكن احيانا في معظم الحالات بيكون انه لما نتعرض الطفل لهذه الانواع من التحرش للاسف انه بيكون عنده احساس انه احد الاباء يعرف بهذا الموضوع وكان ممكن يحميه، يصل الى مرحله فاذا كان يعني كأنه بيحمل ابوه وامه الذنب انكم انتم ما حميتوني. يعني في بعض الحالات انه بيكون في مثلا، خلينا نقول في بعض الحالات اللي كان فيها الاب المتحرش تكون الام مستضعفه. فإذا كان الأم المستضعفة هذه ممكن تكون شافت أشياء وما قدرت أنها تتكلم، ما بنقول أنها كانت سعيدة، كمان بتكون هي أصلاً مستضعفة. فخلينا نقول أنه أو حتى لو كان من أخوها مثلاً، هي الأخ هذا مسؤول عنها أسرياً أو شيء، ما مش مشكلة الأطفال ليش ما بيتكلموا؟ لأنه بيكون هو الحلقة الأضعف، وأنه أنا لو أتكلمت حيختخرب أشياء كثير على والدتي وبأسرتي. فكمان هاد نكون حريصين من أنه إذا كان ننقل الطفل أو الأسرة لمكان آمن أفضل من أول، كمان ندرب الطفل والأم أو الطفل والشخص القائم بالرعاية اللي هو الجديد أو اللي كمان أنه القوانين هذه يقدر يطبقها ويكون شاعر بالقوة لما يطبقها، لأنه أصلاً إيش سبب المشكلة؟ لأنه كان أصلاً ضعيف وهو عرض الأسرة كلها لهذه المشكلة. فكمان أحياناً حتى الآباء بعد ما يعرفوا القصة هذه لازم هم نفسهم يتدربوا يكونوا أقوى وأحرص وأوعى كيف ممكن يحموا. أنا هذا السؤال كنت أسألك هو، طيب إحنا دحين وجهتي من الآباء للأبناء كيف مكان آمن الأمور هذه، طيب الآباء والأمهات كيف يبدأوا هم ينسوا اللي صار في مع طفلهم؟ أيوة. كيف ممكن يتناسوا الموضوع هذا؟ أيوة، هو ممكن زي ما قلنا مثلا أنه لما بتحصل بيحصل وعرفوا بيصير في يمكن أحيانا بيصير في أوفر بروتكشن، يعني بيصير في حماية زائدة بعدها. والطفل ذكي يعني ما يحتاج إن أنا أقول له حيصير في حماية زائدة حيصير في هو لا هو حيشعر إنه في طقوس جديدة فحيبدأ يعني يندم إنه قال لهم أو إنه ممكن يصلوا الخوف. فهنا في الاثنين في الحالتين في مشكلة، إنه في تحديد لتحركات الطفل أو في إشعار له إنه هذا الدنيا كلها ما هي بأمان وإنه كل شيء خطير وإنه لا إحنا تصير عنده عقدة نفسية أساساً، قوانين الأمن والسلام نحن نحاول نعلمه هي إنه أنت ما كنت تعرف لكن الآن تعرف، أنت كنت تفكر إنه إحنا ما حنسمعك الآن أنت عارف إنه إحنا حنسمعك. طيب معلش الدكتور عشان أنا عندي الفاصل بدأ يقرب، قلتي قوانين الأمن والسلامة إنك أنت ما كنت تعرف، طيب أنا كيف أخليه يعرف قبل لا يصير إنه ما يعرف؟ بصراحة إحنا ما بنتكلم مع أولادنا في الأمور هذه، نعتقد إنها عيب وما يصير ده. إحنا حتى في أمور اللي هي البلوغ المفروض إحنا نتكلم فيها مع الأولاد بشكل واضح صراحة. فمن ناحية التحرش الجنسي بالذات يعني طفل 3 سنوات ممكن يفهم ماما إذا حد حط يده عليك، إذا أحد سحب لك بنطلون، إذا أحد مثلاً طالع لك بنظرة كده، يعني الطفل ذكي وأولا حتوصله مسج إنه يعني أنت ممكن مستعدة إنك تسمعي شيء زي كده. يعني هو بيشيل حتى لو في بعض الأمهات بيقولك أنا ليه أوعيه، لا أنت توعي لأنه ممكن يحصل. يعني أنا يعني عفوا أنا وعي وأعطي له الطرق، مثلا ممكن يصرخ ممكن يشرد ممكن يضرب اللي قدامه عشان يتجنب الموضوع. هذا إحنا نشكرك يا دكتورة نسرين ونشكرك قبول دعوة البرنامج وعلى الطرح الجميل هذا، الله يعطيك العافية. أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود لكم بإذن الله. حياكم الله أعزائنا المشاهدين من جديد في عقد الياسمين، ننوه مرة أخرى بأنه يمكنكم التواصل مع البرنامج على هاشتاغ البرنامج على تويتر هاشتاغ عقد أندرسكور الياسمين، أو على صفحة الفيسبوك للبرنامج، أو على الاتصال المباشر على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة. أستاذ اعتدال، الدكتورة طرحت ما شاء الله طرح جميل وطرح رائع، ماذا بعد التحرش؟ طيب أستاذ اعتدال، أنا جاني سؤال على تويتر من أحد المتابعين بيقول لي عندي طفلة عمرها 2.5 سنين حتى بيقول قولوا لي إيش ممكن أتصرف معها هذه، يعني بتلعب بصدرها وهي عمرها 2.5، كيف ممكن أتصرف معها هذه؟ أي
زي ما قالت الدكتورة والأسبوع الماضي برضو تكلمنا إنه في بعض يعني الاستكشافات عند الطفل هذا أمر طبيعي تكون بالتجاهل إنه يتجاهلها. لو شاف إنه وضعها زايد يبدأ الإنسان يجب أن يبحث، يجب إنه يشك في اللي حوالينه. مش معناته إنه الإنسان يفضل شكاك طول الوقت لا، بس إذا في شيء غريب معناته يشوف مثلا قد يرى الخادمة ممكن قد يرى من هنا إنه بتكون تعمل لها حركات أو شيء، فيجب هنا عند كده إنه الإنسان يحاول. طفلة سنتين ونص دي بسهولة ممكن أنت تلهيها، وهو خايف إنها تكون عادة، هو الأخ حسن اللي عشان اللي خايف إنها تكون عادة مو عشان كده إلهيها. طيب زي لما الطفل يبدأ يشتم شتيمة ولا شيء لا تخلي بالك منها، بس حاول إنك أنت تعمل له إحلال. إحلال العادة السيئة بيشوف له بعادة حسنة. جميل. مثلا لو كانت تريد أن تلمس صدرها أو ما إلى ذلك ممكن يعلمها بلعبة بشيء بحيث إنه يشيل العادة السيئة دي ويحط بدل منها عادة حسنة. جميل. طيب بس لازم يبحث ولازم، يعني أنا برضو مرة واحدة أرسلت لي قالت لي طفلي بيبكي كل ما يجي بده يروح عند بيت أحد يبكي بكاء غريب. فقلت لها لازم تشوف إيش اللي حصل هناك. معنى الطفل ما يخاف من مكان أو يعمل حركة إلا يكون تعرض لشيء. جميل. الكلام اللي كانت بتقول الدكتور جزاها الله خير إنه كيفية العلاج إحنا نقدر نقسم العلاج إلى قسمين. بس قبل أن نقسم خلينا نأخذ أحمد من السودان. الأخ أحمد من السودان حياك الله. يا أخ أحمد أنت معنا على الهواء. أخوي أحمد راح الاتصال، راح الاتصال. طيب نكمل مرة ثانية. طيب دكتورة، يعني إحنا عندنا العلاج ينقسم إلى شقين. جميل. قسم وقاية وعلاج. جميل. طيب وقاية اللي هو ما قبل إنه يحدث للإنسان أو للطفل أو للكبير أي تحرش يجب أن تكون هناك وقاية. جميل. لما الله سبحانه وتعالى في القرآن قال إيش؟ لا تقربوا الزنا. وقال إيه؟ وقل للمؤمنات. وقال إيش؟ إنه هو ليستأذنكم. الاستئذان. الاستئذان. علمنا آداب الاستئذان. علمنا آداب كثيرة الإسلام. هذه من الوقاية، إني أنا أقي الطفل من إنه يشاهد هذه المناظر. مثلا مناظر قدامه الأب والأم في غرفة نومهم في خصوصيتهم زي ما تكلمنا المرة الماضية. صحيح. طيب يجب إنه تكون يقفلوا الباب. ما يدعوا الأطفال يروا مناظر ما لها لازمة إنها تنشاف. مراقبة الأطفال في التلفزيون الأشياء اللي تنحط عندهم هنا تراقب لهم. اتصال رجع مرة ثانية الأخ أحمد. طيب. من السودان حياك الله يا أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. حياك الله. كيف الله يحييك يا مرحبا بك. خير. الله يحييك. والله بجد يعني موضوعكم شيق جدا جدا. بالنسبة للتحرش ده أنا بمشي عندي حال كده بمشي لهم عندهم طفلة كده عمرها زي 15 سنة كده. أيوه. يعني ما تنزل نظرة مني لما أطلع إذا كنت أقضي معهم 3 ساعات 4 ساعات مع التحرشين. يعني انت عندك اطفالك ولا احد تعرض عندك لامر ما؟ انا بمشي لعمليه. انت بتمشي انت بتمشي لايش؟ ايوه معلش عفوا صوتك مش واضح يا اخ احمد. ايوه اخ احمد. ايوه ايوه انت بتمشي لايش؟ الكلمه ما هي واضحه. لعمتي. ايوه لعمتك. ايوه ايوه عندها طفلة تكون عمرها 15 سنة يعني بتحدد النظر في جديد يعني لما نطلع منه غدا اكون لاتين من 3 ساعات 4 ساعات. طيب انت معلش دقيقة، يعني انت بتروح لعمتك وعمتك عندها طفلة يعني او بنت بالاحرى عمرها 15 سنة. هل البنت هذه هي اللي بتلبس لباس غير لائق وبتأدي انه بتحصل بعض المواقف بينك وبينها؟ لا النظر بس النظر بتاعي ليش دي كده ما عارف بحاسس النظر. والله يا أخ أحمد معليش النظر إليها إذا بيسأل عن ما حكم النظر إليها ما طيب فإحنا بنقول له. طيب شكرا لك يا أخ أحمد شكرا. وصلت المعلومة. وصلوا لي يا شباب. إنه أيوه هذا بنظر لي. في اتصال تاني ولا لا؟ ما طيب يعني هنا بنقول للأخ هنا أحمد إنه يعني أفضل أنت لما تروح عند أي أقارب لك وعندهم بنات لا يحل لك
هنا انت عندك تأدب بأدب الإسلام. جميل. إذا هي ما هي محجبة انت حاول انك انت تبتعد انك انت تنفرد عنها في اي بأي مكان لوحدك انت وياها. جميل. طيب هي. وتحاول قدر الإمكان ما يصير بينك وبينها خلوة انك انت تجلس انت وياها في غرفة منفردين لوحدكم، وتحاول قدر الإمكان انك انت تقلل اتصالك بها. وهذا يعني هذا نفس الكلام ده بنقال للأبهات وللأمهات، ده الكلام احنا نرجع نقوله، احنا بنقول في وقاية وفي علاج. من الوقاية يا آباء يا أمهات عندما تروحوا في الزيارات العائلية والاجتماعية، مو تجلسوا مع بعض وتتركوا أولادكم أو بناتكم سواء كانت في سن مراهقة سن 13-14 سنة، تسيبيها قاعدة في غرفة مقفلة مع مجموعة من أولاد خالاتها أولاد عمانها أولاد عماتها جالسين مع بعض، هذا أمر خاطئ قد يؤدي إنه بعض الأحيان يحدث ليهم أمر لا تحمد عقباه. يجب أن تتفقدوا بناتكم أولادكم، مش تجلسوا أمهات مبسوطين وأبهات مبسوطين مع العيلة ومع اللمة وناسين هنا. معظم المشاكل في مع تفضلي خلص معظم المشاكل بتحدث من إيه، من غفلة الآباء والأمهات عن أبنائهم. جميل. الأخت أماني من أمريكا، حياك الله يا أخت أماني. جزاه الله خير دائما معنا. أي ما شاء الله تبارك الله، هذه يعني صديقة البرنامج. حياك الله يا أخت أماني. أود توضيح أنه إدخال الثقافة الجنسية في المدارس شيء خطر جدا. جميل. فيجب الابتعاد عنه. ثانيا أبواب المنهج الديني عندما نضع الأحاديث والصور التي تحارب التخلف الخلقي ربما يكون دافع للأطفال إلى أن يستجيبوا أكثر خاصة في المراحل الابتدائية. ثالثا وضع دروس في العربي والدين توضح واجبات وحقوق كل شخص اتجاه الآخر، ربما تصنع جيلا قويا يعرف ما هو يعني ما هي واجباته وما هي حقوقه. وجزاكم الله خيرا أخت اعتدال والأخوات. جزاك الله شكرا. جزاك الله خيرا. شكرا أخت أماني. شكرا. ومعانا سلمى من هولندا، حياك الله يا أخت سلمى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا أخت سلمى. أردت يعني حاجة مهمة في نحن بنعاني منها في هذه الآونة الأخيرة من طبعا انتوا بيتوا عارفين انه العالم بيجا ما بعرف الحمد لله، بس أي. انا بذكر انه انا في صغري تعرضت لموقف ايوه، ويعني هذا الموقف حزاني والله العظيم من احد اقاربي، والحمد لله ربي لطف والحمد لله انا كنت واعيه اي، والحمد لله قدرت استوعب المنظر. هلا بدي شو اعمل اذا يوم من الايام جاء واحد من عيالي قال لي هاي أنا كنت خايفة أمشي أحكي لماما، كنت خايفة إن هي ما تستوعبني. أيوة. كنت خايفة إنه أخاف، وليوم الليلة أنا بلاقي هذا الشخص بكون عين في عينه ومش قادرة أتكلم معاه ومش قادرة أنسى شو أعمل. وما قادرة أواجهه، فما بعرف هل شو يعني خايفة يوم من الأيام تحصل هاي الموقف لوحدة من عيالي. شكرا لكم جزاكم الله خير. وياك الله يحمي لك أبنائك ويحمي كل أبنائنا يا أخت سلمى. هي استاذ اعتدال. لا ما في تفضل. اولا جزاها الله خير انه احنا كنا بنتكلم عن الوقايه والعلاج. جميل. طيب الوقايه انه طبعا هي حدث اللي حدث لها، وقلنا تكلمت الدكتوره نسرين هي بتقول انا كيف اقي اولادي من ايش انه يحصل لهم نفس الموقف ده. اكثر سؤال بيتكرر. نعم. علي انا عندي ليها للاخت سلمى وده لاي احد تعرض الى التحرش. عندي ليها ولاولادها. جميل. طبعا هذا بفضل الله مش من عندي انا. جميل. اول شيء نقول لها ابغاكي انت يا اخت سلمى ترفع ثقتك بنفسك. جميل. شوفي ما تعرضتي له هو ابتلاء من الله. الحمد لله. لما انت تربطي علاقتك بالله وتربطي يقينك بالله ما حتصير عندك هزه الثقه بالنفس دي. جميل. يجب انه اي انسان تعرض الى مثل هذا الموقف في صغره لا تفضل ثقته مهزوزة وتفضل إنك أنت خايفة وفي عندك قلبك غضب وخوف في نفس الوقت، لأنه مشاعر الغضب والخوف الاثنين بتتضارب مع بعضها. فأول شيء عندما تلجئي لله وتعلمي أن ما أصابك هو بابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وكم من نساء يعني نسأل الله السلامة من اغتصبنا ومن تعرضنا، فأنت تقولي أنا أصبت بهذا يا رب تعينني وتساعدني على ذلك. فإذا يوم ما تقوي أنت نفسيتك حترفع الثقة بنفسك، حترفعي قوة إرادتك وتشغلي نفسك بأمور ما تعرضت له، يعني اعتبري كأنه اللي تعرضت لي زي الإنسان اللي أصيب بمرض مثلا مرض سرطان أو مرض شيء،
كيف حيواجهه؟ لو استسلم له حيندمر. صح. لكن لما حيبدأ إقامة وأنت حترفع ثقتك بنفسك حتقدر تواجه الشخص اللي يعني آذاها، ممكن ساعتها هي بثقتها بنفسها حتخليه هو يخجل من نفسه ومن عمله ويبعد عنها. هذا في إيش؟ في العلاج. يعني يبدأ يرفع الجانب الإيجابي في نفسه. نعم، يرفع الجانب الإيجابي لأنه هذا ابتلاء اللي حصل له. بعض الأحيان بالذات إذا كان طفلة صغيرة أو شيء تعرضت لي، عشان احنا كده بنقول الملابس وهذا، وهي كانت محافظة على نفسها. طيب سألت لي أنا بكمل إنه نفس النقاط هذه، لكن بعد ما أخذ لينا من هولندا. طيب. انقطع الاتصال، انقطعنا الأستاذ اعتدال. طيب مين مشكلة؟ تفضل أستاذ، ترجع مرة ثانية. طيب بالنسبة للعلاج، طيب احنا دحين هذا العلاج للوقاية، كيف تقي أطفالك؟ شوفوا عادة أي إنسان بيحدث له موقف معين في صغره، هو بيكون على سبيلين يختار، إما إنه يفضل يتجاهل دي المشكلة عنده وما يبدأ يتكلم فيها، أو يفضل يكون هو يواجه الأمر يعني زي ما تقولش يعني استخفاف عنه أو شيء. هناخد نقطة الوقاية، لكن مريم من الجزائر. الأخت مريم من الجزائر، حياك الله. الأخت مريم بالله وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون، الله يخليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على موضوع الحصة اليوم، يعني هو موضوع جد شائك ولكن يفتح أبواب كثيرة يعني للفضفضة. الله يبارك فيك. أنا عندي مداخلة. تفضلي. علشان أنا يعني صغري تعرفت تحرش يعني من إخوتي الاثنين. يا الله. أخي الكبير والأخي يعني في المتوسط. هذا لما كنت صغيرة يعني، ولما كبرت ظل أخي يعني وسط الإخوة تاعي يتحرش بي، ولما يعني حكيت لأمي وكذا كان فيها ردة فعل نهار مع الأول كانت ردة فعل إيجابية، وبعدها ولات صار شغل خايفة أني أفضح الموضوع، علشان أنا كنت جد يعني فيها غضب من هذا الأمر. والحمد لله يعني تجاوزت نفسيا هذا الشيء، وبركة راني متجوزة عندي طفل في عمره عامين ونصف، وخايفة يعني عد نفس الحكاية. نفس نقطة الأخت سلمى، الآن أرى أنه في نفس كما نفس السلوكات التحرشية عند أخوي هذا. أي أنا خايفة من أنه يعيد يتحرش به، مع أني في عدة مرات لاحظ أنه هو حاب يكون بخلوة معه. أي جميل. وهو جد جريء في هذا الأمر، عم بلو يعني هو عارف إني عارفة إنه تحرش بي في وقت مضى، ومع ذلك عنده الجرأة بأنه يحب يختلي بإبني. اللهم صل. فإني يعني حابة أحل هذا الموضوع. طيب يعني. أختي شكرا الله 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 يحمي لك أبنائك إن شاء الله. معنا الأخ فتحي من هولندا. أخ فتحي حياك الله، أنت معنا على الهواء. يا أخ فتحي يا ريت توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع المهم، وأن ظاهرة التحرش بالأطفال الصغار أصبحت منتشرة وأمر خطير، يجب فعلا الاحتياط من مثل هذا الخطر بتدريس أبنائنا كيف يحموا أنفسهم. لكن هناك يا أخي ظاهرة من فتيات اللواتي فقدنا مكارتهن في سن المراهقة أو أصغر، فهم من يتحرشن بشبابهن الغافل، فما أن تصل سن 17 أو 18 حتى تكون خبرتهم في الجنس أو نوعية الذكور أكبر من الكهل في أو الشيخ في 60 أو 70، وذكاء مكتسب من الشوارع وكثرة العلاقات الغير الشرعية، فكيف نحمي شبابنا من تلك الفئة الفاقرة الخطيرة المنتشرة في الأنترنت مثل الجراد مجموعات واحدة تساعد الأخرى للنيل من صيدها، ولقد اقتحموا كل المواقع بأقنعة متنكرة، وما أن تصيبهم فاجعة حتى يظهرون بفم مر مريض كبير كما وحجما. صحيح. تطاول به حتى على القانتات في بيوتهن الأبكار بالشائعات، وذلك تحسسا من عقدتهن ورمي اللوم على غيرهم. نعم. فكيف نعم. نحمي شبابنا وكيف نعالج هذه الفئة متعقدة نفسيا؟ ماشي. والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك يا أخ فتحي. هو على كل حال ترى الشخص المتحرش هذا الشخص ضعيف وخواف، مجرد منه الطفل يصرخ حيشرد، هو على طول حيخاف وحيشرد يعني. بس الأستاذ اعتدال حتكمل لأنه نقطة مريم وسلمى نفس الشيء، إنه كيف يعني بعدين نرد على الأخ.
ما ترى الوقت يدوب احنا هذا ان شاء الله باذن الله نفرد لها حلقات ثانيه باذن الله. لكن بالنسبه لسلمى والاخت الثانيه على ابنك انت اللي خايفه عليه يجب انك تكون، عشان كده ليش قلت رفع الثقه بالنفس، يجب ان تكون عندك انت الثقه بالنفس دي اللي بتقول انه اخوها ما زال يتحرش بابنها. هنا يجب ان تكون صارمه، معليش امي على عيني وراسي، رضاها على عيني وراسي، لكن ده لا يسمح له انك انت تتقابلي معاه او انك انت تجلسي معاه او انك تخلي ولدك هذا ممكن تطرديه حتى من بيتك. صحيح. يعني هنا ما تسمح له، يجب انه يقف امام هذا المعتدي وقفه صارمه له، طالما انه القانون ما استطاعت انها تلجا للقانون اللي يعاقبه، يجب هنا الانسان انه يقف بنفسه وقفه صارمه. بالنسبه للابن الصغير، الابن الصغير يجب انك انت عشان تخافي عليه زي ما قالت اول، ما هي عارفه كيف، لما انت تعودي طفلك الثقه انه هو يتكلم معاكي والانتباه، الانتباه يا يا احبابي، الانتباه المستمر لابنائكم وبناتكم، لا تتركوهم، لا تخليهم يغيبوا عن عينكم، بالذات انه العصر كله الان عصر مشتعل للاسف. نشكرك استاذه اعتدال على هذا الطرح الجميل. وعلى سيره العقوبات، احد من زملائي من كندا ارسل لي قال عقوبه المتحرش 10 سنوات سجن. اعزائنا المشاهدين، الى هنا انتهت حلقتنا لهذا الاسبوع في كندا. الى هنا انتهت حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامجكم عقد الياسمين، التقيكم باذن الله في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت وفي حلقه جديده. أشكر الأستاذ اعتدال على هذا الطرح الجميل. هذا أخوكم ومحبكم وائل بداود يقول لكم دمتم بود وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلها دنيا والإنسان ممكن يقع.